رجعنا من فاصل على كنيسة البيت في البرنامج في الفرن مع فالنتينا، واحنا عملنا عيش مع بعض وحطينا فيه الفلفل وحطينا كمان الطماطم المجففة وكمان حطينا زيتون اسود، فشكله حلو جدا جدا جدا. شوية كده هنقطعه عشان نشوف العيش هو شكله عامل ازاي من جوه. عايزة اعمل وصفة تانية معكم. نوع من العيش ممكن يتعمل بسرعة جدا، يعني زي ما انتوا شفتوا ده النوع عيش ده بتاخد وقت عشان احنا لازم نخلط ونستنى نخلط ونستنى، لكن مثلا في انواع تانية مثلا لو عايزين تعملوا حاجة بسرعة جدا الصبح، حاجة طعمها جميلة قوي وما بتاخدش وقت، هوريكم دلوقتي الوصفة ظريفة جدا وطعمها حلوة. فللوصفه دي احنا هنحتاج 300 جرام دقيق، تمام، شويه دقيق زياده عشان بعد ما نفرد العجينه. هنحتاج تقريبا 60 جرام من جبن روكفور، برده هتدي طعم لذيذ جدا. عندي هنا البندق، انا اضربه دلوقتي في الحلاط. وعندي 30 جرام من الزبده بس، مفيش. عندي كمان واحد باكيت من بيكنج باودر، وعندي لبن عشان هنستخدمه في الوصفه ذات نفسها. هنعمل ايه؟ هناخد دقيق هنحطه في البوله كبيره، هناخد بيكنج باودر هنحطه برده في نفس البوله، هناخد الجبنه روكفور، مفيش بيض خالص، يعني الوصفه دي سهلة 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 بس جميلة. وهناخد كمان الزبدة، انا احط الزبدة زي ما هي من التلاجة، وبين ما انتوا بتشتغلوا بيها احنا مش هنستخدم الحلاط، هناخد كل الحاجات بالايدينا. هتشوفوا مش هنحتاج الزبدة تنزل من التلاجة، هي هتفك واحنا بنخلطها، تمام. عندي كمان هنا بندق، فهناخد بندق. لو عايزين ممكن نقطعه بالسكينة نكسره، بس يعني ممكن نسيبه سكينة واحدة عشان استخدم البندق ده في لما عايزة يعني في التعجين. كده احنا عملنا البندق كمان، فالبندق زي ما انتوا شايفين يعني هو مش مطحون ناعم، لا يعني لازم تكون مطحون حشن عشان الطعم بتاع البندق يبان في قطعات العيش اللي احنا هنعملها. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد البوله وهنبتدي نخلط الحاجات في بعضها. زي ما انتوا شايفين الزبده نزلت من الثلاجه وابتدت تسيح او ابتدت تحط درجة الحرارة الجو اللي جنبيها. فالأول العجينة أو المكونات هتعمل زي بقسماط كده، هنخلطه كده اهو. هندع دلوقتي البندق كده اهو، وهنبتدي نزود لبن ساعة، مش لبن دافي، لا لبن ساعة. ليه؟ عشان احنا بنستخدم زبدة نازلة من التلاجة. لو هنستخدم اللبن دافي العجينة هتتعمل لعينة معنا، احنا عايزين عجينة ناشفة شوية، فاللبن هياخد باله من درجة الحرارة ده الحليب ذات نفسه هيظبطه. واحدة واحدة هنحتاج من 2/3 كوب ل 3/4 كوب لبن، بس برضو شوفوا اوقات في انواع العجينة دي بتختلف. اوقات مثلا بشتري دي وبحتاج على نفس الكمية العيش انا بعمله مثلا 3/4 كوب لبن، اوقات اكتر اوقات لغاية الكوب لبن، بس مش مشكلة. فزي ما انتوا شايفين العجينة ابتدت تلم معايا، فهنزود شوية لبن كمان كده اهوت.
ريحه الجبن روكفور تجنن تجنن. يعني انا هعرف ناس كتيره جدا بيحبوا الجبنه دي، وفي اعرف ناس كتيره جدا ما بيحبوهاش. بس اعودكم النوع عيش ده يعني الطعم الجبنه مش جامد، هو يعني بيدي طعم لطيف. بس في عندي واحد اعرفه من صغره ما بياكلش جبن خالص، وبالنسبه له الجبنه راكفور دي حاجه صعبه قوي، بس بياكل عيش ده. فبنجرب دايما، بنجيب الوصفات الجديده وبنشوف مين في اسرتنا بياكل ايه وما بياكلش ايه، صح؟ فكده تقريبا العجينه عندي جاهزه، ممكن نزود شويه لبن لو عايزين، بس بعد كده خدوا بالكم عشان العجينه ما تكونش لينه قوي. يعني ادي العجينه. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد شويه دقيق هنحطه على بلانشا، هناخد عجينة، وهنفردها شوية بالإيدينا. الطحن بتاعة العيش ده لازم تكون مثلا 2 سنتي أو 2.5، عشان ده مش بسكوت، ده عيش. وحلاوة العيش ده في الطحن بتاعته، عشان لما هو بيتعمل احنا حطينا بيكنج باودر، فهو هينفش جامد. فبعد ما ينفش جامد كده، قبل ما لما هنبتدي ناكله هنفتحه ونحط فيه جبنه ميدل مثلا او اي مربى فيه. عايزه اكله دلوقتي، معلش هنستنى شويه. فمش ضروري نستخدم النشابه، لو عايزين ماشي مفيش مشكله، بس يعني النوع العجينه دي زي ما انتم شايفين حته مش محتاج النشابه. هنستخدم القطاعه زي ما انتم شايفين، قطعات العيش عندي تطلع تخينه، ده اللي احنا عايزينه. ولسه العيش بتاعتنا هينفش كده اهوت اهي، يعني ده مثلا الوصفه دي ممكن نعملها قوي قوي في يوم الجمعه الصبح مثلا. انتوا يوم اجازه مش مستعجلين على حاجه، مفيش مدارس مفيش اي حاجه، فممكن نعمل العيش ده لاسرتنا وما بتاخدش وقت زي ما انتوا شايفين، وممكن تتقدم مع فطار يوم الجمعه، تبقى طعمه يجنن ولطيف، وحاجه برده جديده على الترابيزه معانا، غير العيش البلدي من الفرن اللي جنبنا او العيش الفينو، صح؟ فهناخد احنا صينيه هندهنها زيت، مش ضروري زيت زيتون او زيت عادي، لو عايزين ممكن ندهنها زبده عشان احنا استخدمنا زبده في الوصفه زيت نفسها كده اهوت. وهنحط قطعات العيش، بس خدوا بالكم لازم تكون في مسافه ما بين بعض عشان العيش ده بينفش، تمام؟ وهندخل العيش في الفرن، تمام؟ فالعيش هياخد من 20 ل 35 دقيقه في الفرن حسب الحجم القطع اللي انتوا عملتوها، عشان خاطر كل ما القطع اكبر هتاخد وقت اكتر، فبرضه لازم تاخدوا بالكم من المعلومة دي. فاول ما تشوفوا الوش بتاعت كل القطع من عيش اتحمر شوية ممكن نطلعه، وبرضه عشان الوش بتاعته يبقى ما ينشفش ممكن ناخد شوية لبن وندهن الوش بتاعت كل قطع عيش باللبن، وبعد ما العيش يتأمل هيطلع من الفرن تدام كده. معلش عشان انا عملت الوصفة دي قبل ما انتوا بتيجوا، عشان اوريكم على طول العيش هتكون شكله عامل ازاي بعد ما يطلع. فانا مثلا بحب جدا اكل عيش ده مع مربى التين، او مع مثلا مع جبنة كريم، بتتفتح كده اهوت كل قطع وبتحط فيها شويه يا جبنه كريمي يا المربى، او ممكن الاثنين مع بعض، صح؟
احنا كنا بنقول هنفتح العيش التاني. برضو عايزة اوريكو العيش ده لازم نسيبه على الاقل نص ساعة يريح قبل ما نقطعه. ليه؟ عشان خاطر هو مش هنعرف نقطعه كويس كده. هو اهي في عندي قطعات الطماطم زي ما انتوا شايفين، وفي عندي قطعات الزيتون والفلفل كله باينه، وهتكون طعم الوصفه دي جميله قوي. وبرده زي ما انا قلت هنفتح واحده من العيش اللي احنا عملناه كده اهوت اهي. ايوه كده اهوت. فممكن كمان شويه جبنه كريمي هنا طعمها تكون الجنه. فعادي عملنا العيش النهارده مع بعض بالطماطم وبالفلفل وزيتون اسود، وعملنا كمان العيش سريع بالبندق وكمان الجبنه روكفور، طعمه حلو جدا. وانا اشوفكم مره كمان على كنيسه البيت في البرنامج في الفرن مع فالنتينا، وهنعمل حاجات جميله حلوه جدا جدا. بالهنا والشفا.